يبقى نص كيلو بليله، نص كيلو غله بليله الغله، وهياخد معاه كمان معلقتين رز، وده اللي بيدي قوام تقيل ولون فاتح جدا للغله بتاعتنا، وفي نفس الوقت بيدي طعم غني جدا جدا، الرز مع غله البليله. بعد كده فانيليا وسكر، السكر طبعا حسب الرغبه، لبن معلقتين كبار نشا، ولو احتاجت نشا تاني بنزود، ومعلقتين كبار كريم شانتيه بودر، وشويه جوز الهند. جناش الشوكولاته الاقتصادي اللي بقى ايه هندلع بيه العشوره بتاعتنا، عباره عن شوكولاته مبشوره، كاكاو خام، كوبايه لبن، ومعلقتين قشطه، معلقه كبيره عسل نحل، وشويه زيت لغايه ما يربط معايا في الخلاط. هننقع الغله بتاعه البليله، الغله اللي هنطلع منها العشوره والبليله، نقع ساعتين بس، انا غسلتها كويس قوي. بس دلوقتي بقى داخله على النقع، هنزل بالغله كده بالشكل ده ماشي، وايه تاني، وهنزل بمعلقتين الرز معاها، هيتنقعوا معاها، بلاش ميه سخنه، شايفين ازاي اهي يا ستي، بالشكل ده هتتنقع ساعتين، احسبي لها بالظبط ساعتين. اشطف بقى الخليط بتاعي ده، الغله والرز، اشطفهم من ميه النقع واحطهم في الحله، واحط عليهم ميه نظيفه واسيبها تغلي. اول ما تغلي اول غلوه اوطي عليها واسيبها تعيش مع نفسها زي تسويه الرز بالظبط. تعالوا بقى نشوف اللي استوت زي ما قلت لكم ولسه النار هاديه عليها، شوفوا فاتحه ازاي، الله اكبر، بصوا المنظر. الميه دي بقى لو خدتيها كده واديتيها البيبي عنده سنه او داخل على سنه، يعني مثلا ايه من 8 شهور كده، اديله الميه دي مفيده جدا. خلاص كده استوت، يعني عليت النار دلوقتي سيكه بقى كده عليها، اروح نازله باللبن، بسم الله، كميه اللبن بقى زي ما تحبي، قللي عن كده زودي عن كده براحتك، ونجرب كده ونشوف. بحب انا كده اللبن، بصوا باين فيها كده، الله اكبر، بس كده حلو قوي. الحله اللي قدامي دي تعتبر خدت لتر ونص لبن اهو، ماشي، وعلينا النار. هنا بقى هنحط ايه في الحله؟ زي ما قلت لكم هنحط سكر حسب الرغبه، يعني انا الحله اللي عندي دي هحط مثلا ايه اقل من كوبايه، نقول كوبايه الا ربع سكر هتحليها وهتخلي طعم اللبن باين فيها، وهحط كمان شويه جوز هند فيها كده قبل ما تغلي يستوي معاها، وشويه سكر طبعا ده كتير قوي مش هنحط كل ده، وعلى حسب ما انتوا بتحبوا السكر، محدش مقيدك بحاجه، وكمان شويه فانيليا، بس فانيليا سايله، فانيليا بودر، براحتكم خالص. اقلب بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها دي، جوز الهند والسكر والفانيليا في قلب بعض. هتشوفوا يا جماعه النهارده باذن الله تقوموا تعملوا دلوقتي العشوره بالشكل ده، وهتشوفوا جمالها، وهتشوفوا حله، تبصوا الحله عامله ازاي، عسل اهي يا ستي، حلو قوي الكلام ده، ماشي. بعد كده انا كده دلوقتي اللي قدامي دي كده اسمها بليله، يعني انا كده دلوقتي لسه ما ربطتهاش، طالما ما ربطتش بالنشا ولا بالكريم شانتيه يبقى هي دلوقتي كده ما دخلتش لسه في مرحله العشوره، دي كده بليله، كده اخد منها احلى كده كاس حلو، كاسين يبقى للبليله، كده انا عامله بليله، وشويه بقى لبن طعمين كده، شوفوا الجمال والحلاوه، في احلى من كده في الدنيا؟ اهي خلي الحب كده يبقى باين كده، هجيبها لك هناك يا سمر، ما تعذبيش نفسك خالص. حاسه بيكي، امال ايه؟ امال ايه؟ قلب الام ولا قلب الشيف؟ يلا تاني. دي بقى على الفطار الصبح مغذيه قد ايه وجميله، يا ريت يا ريت تهتموا بالحاجات بتاعت زمان دي، جميله بجد. واهم حاجه فيها انها مغذيه. يلا بينا، عرفنا امتى ناخد منها وهي بليله، وبعد كده ازاي هنحولها لعشوره، هنشوف مع بعض. الله عليك يا سمر، او النبي يا اختي، بس حاجتي النيش دي ايه تهتمي لي بيها كده شويه.